وقد توفر له المستشفى والحاجة إلى الأكسجين. أبشرنا. هم نصيحة للأسف أنه بالإعلام ما كان في تركيز إعلام. الناس يعرفوا خلفية النصيحة، لازم يعرفوا كيف هالجرثومة اللي اسمها الكورونا فيروس تقتل الإنسان. هي بتقتل الإنسان بطريقتين. أول طريقة بس تدخل على الجسم بظرف 24-48 ساعة بتجمد الدم. لما بتجمد الدم بيصير في كتل أو تكتلات دموية، يعني مثل حبات رمل بالشرايين. هالتكتلات بتوصل إلى محل ضيق بالشريان بتسكره. نعم. ما بيعاد يوصل الدم للأنسجة بعد ما كان التسكير.